ودابا غندوزو لكم الغورميطات البنات اللي هازين تبارك الله وتقال شي حاجه صحيحه. شوفوا معايا هاد السلسله هذه عشرة هذا كان عندي هذه اللي بغيت تجمعي فلوس بنات ثقيله يعني وازنه هذه شحال 8 كاين هذا هو ما فيش حس الحجر ديال المتتبعات سولوني في التعاليق على العلاقات ديال العود ها هما البنات هذا خويا ايوب شحال تيديروا طويله والسلسله صحيحه شي ديك السلسله اللي كتعجن ولا كتعوج السلسله صحيحه شوفوا معايا هذا هاد السلسله هذه هاد السلسله هذه رافينيتي راه تكون صحيحه وكل شيء الناس اللي كيسولوا على لي سوتوار البنات خديجه فرنسا كتسول على لي سوتوار اللي غتشوفوا جميع الشكيلات الا صورنا لكم كل شيء خصنا واحد نص نهار وحنا كنصوروا ما بغيناش نطولوا عليكم الفيديو شنو يجيكم عليكم متتبعين قناه مريم شانيل كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال الناس اللي متبعيني عرفوني فين جبتهم اليوم عند مجوهرات ايوب البنات اللي كيتواجد في كازا الولفه قصريه الحاج فاتح جو انفاس مع جامع الحاج فاتح الطابق الاول مجوهرات ايوب البنات السلام عليكم خويا ايوب كي داير اخويا لاباس عليك لاباس الحمد لله الله يحفظك والله الا بخير الحمد لله مرحبا بنا عندك اليوم مرحبا فرصه سعيده ونهار كبير هذا اختي مرحبا بك ربي يخليك بالنسبه للعنوان شنو قلتي لي قلت لك العنوان كتواجدوا في الاول فبالضبط في الحاج فاتح قابلين مع المسجد ديال الحاج فاتح الطابق الاول مجوهرات ايوب انا كاينين حنا في القيصريه ماشي في المارشي القيصريه اللي كاين تحت هو فكاش كاين في الدخله ديالها مول الهواتف اللي ما عرفاتش تواصل مع ايوب اه المراه عندها تعيط لي ماشي مشكل يرسل لكم لوكاليزاسيون البنات صيفط لها لوكاليزاسيون خويا ايوب نسولوك بعدا واش كي داير الذهب طالع نازل ودابا اختي ما مستقرش يعني طالع نازل فهمتي وخصوصا مع هذه الحرب اللي واقعه في العالم وهذه الامراض الذهب راه ما عمره ما غادي يهبط يعني ديما غادي يبقى مرتفع دابا حاليا من هنا لقدام ديما الذهب غادي يبقى طالع يعني من الواحد 5 سنين 10 سنين غيولي اكثر من هكا الاثمنه حاليا شحال داير حاليا اختي بالنسبه لهذا الشيء اللي مصايب بحال هكا 490 درهم ابتداء من 490 500 490 حيت الخام دابا داير 445 450 الخام دابا خام دابا هذا اللي كنهضروا عليه العيار 18 البنات ديال المغرب كاين شي برومو خويا ايوب بطبيعه الحال موجود الخير وعطى الله الناس اللي باغا تلبس وباغا تخزن الفلوس عطى الله فاش طلا ما تختار طلا فاش تختار موجود الخير مناش عندك ابتداء عندي لي كوردون بادين من هادو كاين هادو 190 درهم 190 درهم هادو البنات شي وحده بغات تعطي شي هديه ليها هي تعمر بيدها 190 درهم 190 درهم وفيهم هاد اللوينات فيهم جميع الالوان اللي بغات اي لون كنصايبو لها في اللون اللي بغات كاين عندي هاد لي كوردون هادو شحال دايرين هادو الثمن ديالهم 200 درهم ثلاثة بخمسمية وخمسين ثلاثة بخمسمية وخمسين درهم هادو لي بول كبار ودو ذهب 18 كارة ذهب 18 كارة لي بول كبار الناس اللي كيسولوني العيار شحال 18 البنات كاين عندي هاد لي كوردون 250 درهم شوفو معايا هادو هادو تما جميع الألوان 250 درهم هادو راه كنا كندوزوهم ب 300 درهم 250 ناقص 50 درهم كاين عندو حتى المارياجات ابتداء من مارياجات عندي هاد الخفاف هادو بحال هاد الشكل هذا ابتداء من 550 550 البنات المارياجات سوليتير هادو 550 550 درهم راه عنده مارياجات اخر ما كاين خليكم معنا غادي ندوزو اليوم عنده حتى سنيسلات البنات سنيسل الخفاف هادو ديال ديما 700 درهم 700 درهم شكيلات مختلفه هادي 700 درهم هادي حتى هي 700 700 درهم شوفوا معايا شانيل هادي 800 درهم الدياموندات 800 درهم شانيل حتى هي 800 درهم 800 درهم هادي ديال القلوبه هادو كاملين دايرين بحال ميني سوطوار 800 درهم هادو 800 درهم هادي 700 درهم وهادي 700 هادو 700 درهم مازال كل خير وكل شوا يعني اللي جا المحل مرحبا به وعطى الله فاش يختار 14000 ريال وبالنسبه لليفريزون راه كاينه داخل كازا وخارج كازا ما عليكم غير تواصلوا مع الاخ ايوب وحتى هاد الدياموندا هذه اللي كاينه لتحت حتى هي 700 درهم
مرحبا. هنا شنو غندوز دابا خويا ايوب؟ دابا شنو غندوز؟ وشوفوا معنا البنات حتى هادو دايرين اخويا ايوب. هذوك الثمن ديالهم 700 درهم. 700 درهم البنات. تعمر العنق ديالها وعندها غير شي باراكو وبغات ديرها شي حاجه خفيفه ولا يلا بغات تشجع تبدا في الدهب راه بحال هادشي راه مزيان 700 درهم. زوينه البنات وتا تعطيها كادو. تعطيها كادو راه مزيانه راه معمره العين. 700 درهم 14000 ريال. بوبيو بحال هكا. هذه تاهي 700 درهم. 700 درهم. حتى هذه 700 درهم البنات. الله الخير مجهود الخير خويا ايوب هاد البراسليات هادو اللي فيهم خميسه كاين هادي هادي حتى هي هادي 700 درهم حتى هي 700 درهم البنات فنه هادي خويا ايوب هاد البراسليات هادو اللي فيهم خميسه هادو لي كوردون هادو هادو تنبيعهم ب 500 واليوم درنا لهم بروموسيون ب 450 درهم هادو راه خميسه صحيحه 400 دور عندي كداك شوف تما جميع الالوان جميع الالوان كاينين شوفوا هادو هادو شحال قلتي 450 450 درهم عوض 500 درهم عوض 500 ندوز لكم الكورميطات شوفوا معنا هاد الكورميطات البنات هادو الثمن ديالهم 600 درهم 600 درهم هادو كاملين كادو هادو واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه هادو كاملين 600 درهم هادو 600 درهم البنات اللي بغات تعطي شي كادو ولا ليها هي تعمر بها يدها هادي غورميت 600 درهم البنات تشكيلات هاد الخمسه كاملين 600 درهم 12000 ريال 12000 ريال تبارك الله ما شاء الله راه عنده جميع التشكيلات تاع الغورميتات خليكم معنا غنبين لكم حتى الطقم شوفوا معنا هادو الحلقات بالنسبه اللي بغات شي حلقات ديال ديما ما تحيدهمش من ودنيها موجود الخير شوفوا معايا الثمن مناش كيبدا الثمن كيبدا من 750 800 بالنسبه للطروات دي صغار بحال هكا والثمن غادي وكيرتفع فيه من 750 درهم من 750 درهم اللي عجبتها شي حاجه سكريني صيفط الاخ ايوب والناس تاع كازا اكيد غيجيو للمحل مرحبا بهم مرحبا كاين حتى لي كريول هما اللي كيبغي لي كريول شوفوا معايا هادو بالنسبه للثمن الثمن تا هما كيختلف على حساب كل حاجه والثمن ديالها لي كريول راه كاين 800 كاين 1000 درهم كاين 900 كاين 1200 على حساب الغرام على حساب الغراماج وعلى حساب الموديل هادو اصلا كيتباعوا الموديل الموديل شوفوا معايا هاد الحلقات هادو خويا ايوب شحال دايرين كاين حتى هادو اللي هز شوفوا موجود الخير تبارك الله ما شاء الله الحلقات ديال البنانه اللي كيسولوا على البنانه شوفوا معايا هاد الشكل شحال غزال هذا شحال داير ايوب نو no. هاد الشكل هادو الثمن ديالهم 1800 1800 البنات هذا كاين تبارك الله هازي دابا هاد العقيق هذا الثمن ديالو 120 درهم البنات اللي بغا يعطي شي كادو 18 كاره اللي عنده الناس بزاف بغا يعطيهم كادو راه كاين هذا جميع التلوينات 120 درهم 2400 ريال الدقيق قدر ما كيتقشرش راه مزيان كل واحد شنو فيه كاين اللي فيه خميسه كاين اللي فيه ورده كاين اللي فيه شجره كل حاجه و... هادو 120 درهم خاتم ديال الزواج البنات تبارك الله ما شاء الله جميع الشكيلات كاينين اخر ما كاين في المارياج عنده شوفوا معايا شكيلات مختلفه كما قلنا لكم وريناكم تاع 550 درهم وانت غدا طالعه 1500 1700 بحال دابا هذا داير 2600 درهم هذا صحيح 2600 درهم وكاين صحيح تبارك الله شوفوا معايا كاين هذا الثمن ديالو 1200 درهم 1200 يعني كاين ما تختاري البنات اللي عنده اللي ما عندوش كاين حتى 3000 كاين المارياج اللي ديال 3000 درهم كاين ديال 3000 شي حاجه اخر ما كاين صحيح وغليظ موجود الخير كاين هادو كبار شوفوا معايا بشكل بنان هادو راه هازين وصحاح اهم حاجه انهم صحاح ما يعواش لك ما يعواش كاين اللي غير كتدغيا كيعواج لك مارياج هادو صحاح البنات كنهضروا على شي حاجه كاليتي يعني كما قلت لك من 550 درهم وانت طالع على حساب
الجرام. كاين هذا الشكل هذا. نشوفوا معايا الشكل هذا شحال داير؟ هذا الثمن ديالو 1705. 1750 درهم. في الحجر لا والو، في حجرة صغيرة. اه صحيحة البنات هذا. تبارك الله ما شاء الله كما قلت لكم، شوفوا معايا. ها انتوما. جميع التشكيلات تاع المارياجات كاينين. كاين هذا 1200 درهم. هذا 1200. اه صحيح. جوج. كاين الناس اللي كيبغيو هكا مارياج يكونوا صغار. كاين اللي كيبغيو يكون كبير. ها انتوما. جميع التشكيلات. كاين اللي كيبغيو غير واحد سامبل. اه طلع له شو. اه. باش نرضيو جميع الاذواق كاين كل شيء البنات، اي شكل بغيتي كاين. خليكم معنا وما تمشيو فين. ودابا غندوزو لكم الكورميطات البنات اللي هازين تبارك الله وتقال، شي حاجه صحيحه وثقيله الا بغيتي تجمعي فيها الفلوس ديالك. هادو منين كيبداو ايو؟ هادو كيبداو من بحال هادي 1800 درهم. هادي غافينيتي 1800 درهم. 1800 يعني فاش كنهضروا على غافينيتي راه كنهضروا على الحجر ما تيطيحش، وتنهضروا على الصح. كاين هادي ديال الكريستن ديو غادي 2750، 55000 ريال. 55000 ريال. الطقم ديالها هو راه كاين هو هذا. شوفوا معايا الطقم ديالها. الطقم ديالها هو هذا. دابا الطقم كامل شحال تيدير؟ الطقم ديالها داير 12500 درهم. مليون و50. مليون و50. ما فيه لا حجر لا والو. مليون و50 وكاينه هاد السلسله البنات هادي اللي كانت. شوفوا معايا. هادي شحال دايره؟ قراتكو هادي. هاديك الثمن ديالها 10000 درهم. هادي مليون البنات. مليون. شوفوا معايا هاد السلسله هادي 10000 درهم. راه غليظه البنات، شوفوا معايا. نقرب لكم باش تشوفوا راه غليظه. كاين عندي هادي. الا بغيتي تجمعي فلوسك. هادي هي والكورميطه ديالها. هادو الثمن ديالهم 28500 درهم. 28 هادي ثقيله هزيتها البنات، ثقيله يعني وازنه. هادي شحال؟ 28500. 28 بالكورميط ديالها. بالكورميط ديالها. السداده ديالها كي دايره. يعني جوج المليون و160 الف ريال. 170. 170. جوج 170. جوج 170 الف ريال. ولكن تبارك الله ما شاء الله. اللي كيبغي يبعد كاع من الحجر كاين بحال هذا الشيء، وكاين هذا الموديل هذا. حتى هو بالكورميطه ديالو. هذا الثمن ديالو؟ هذا الثمن ديالو 13000 درهم. مليون و60 الف ريال. مليون و60. 13000 درهم. كما قلت لكم البنات شوفوا هذا راه ثقيل. هذا كيقول لي عظم. هذا الشكل يلاه خرج جديد. الشكل تبارك الله ما شاء الله. شوفوا معايا هذا. هذا شحال دايره خويا؟ هذا 13500 درهم. 13500 درهم. يعني مليون. كاين عاوتاني هذا. 70000 ريال. اه كاين هذا يلاه خارج. شوف معايا. كاين هذا. شوفوا ما فيهش حس الحجر. صحيح وما فيهش الحجر والثمن. كاين البراسلي وكاين الخاتم وكاينين الحلقات والسلسله والثمن. الثمن ديالو 11000 درهم. مليون اللي بغاتو نزيدو نقصو 20000 ريال. نقص لي على المتتبعين ديالنا، نقص لينا دابا خويا كيستاهل. مرحبا. ديما كيشكرو فيك. مرحبا. دابا اش غندوزو خويا ايوب؟ كاينين طقوم البنات. كاين الخلاخل اللي باغا خلخال راه عندي. وي سوطوار تا هما. خلاخل. شوفوا معايا هادو خلاخل. هادو الناس اللي كيسولو على خلخال، هذا الثمن ديالو؟ الخلخال الثمن ديالو كيبدا من 1000 درهم. 1000 درهم. 1000 درهم البنات هاد الخلاخل هادو. كاين العقيق هذا نسينا ما دوزناش في الفيديو، هذا داير 120 درهم. 120 درهم. شوفوا البنات هادو 120 درهم. اللي بغى يعطي كادو عنده الناس بزاف بغى يعطيهم كادو ها هما 120 درهم. البنات هاد الطقم تاعو بزاف. شوفوا كاين البراسلي وكاين الخاتم والحلقات والسلسله. شوفوا معايا السلسله كيفاش دايره. هذا خويا ايوب الثمن. هذاك الثمن ديالو 15500 درهم. 15500 درهم يعني مليون ونص و 500 درهم. هذيك بلاش هذيك 500 درهم مليون ونص. مرحبا ماشي مشكل. شوفوا معايا البنات جيت من طرف مريم حيدولها. يلا غير مليون ونص البنات، ولكن راه هز ثقيل.
ومعايا وطقم يعني بالطوين قات بالخاتم. شوفوا البراسلي كيفاش داير، ندور لكم باش تشوفوا البراسلي كيفاش داير. هانتوما براسلي على شكل غورميت، يعني كيستاهل البنات. ديال المتتبعات سولوني في التعاليق على العلاقات ديال العود. ها هما البنات، هادو خويا ايوب شحال تيديروا؟ هادوك الثمن ديالهم 300 درهم، اي سميه 300 درهم 6000 ريال. 6000 ريال البنات هاد العلاقه ديال العود، وفيها كل وحده بغيت تكتبي فيها سميتك. اه بغات امي الغاليه، بغات شي سميه محدده، بغيتي ديري فيها غير شي بوندون هكا شي اللي بغيتي. 300 درهم البنات. اجي تشوفوا معنا واحد السلسله هاد ديال القرطاسه اللي خارج، هادشي اللي خارج دابا شوفوا معايا، طويله والسلسله صحيحه. شي ديك السلسله اللي كتعجن ولا كتعوج، السلسله صحيحه. شوفوا معايا البنات، هاد الثمن ديالها خويا، هادي الثمن ديالها 8200 درهم. هادي راه تما شحال الثمن ديالها؟ 8200 درهم. 8200 درهم، ارى لي نوريها لهم مزيان. 8200 درهم، 8200 درهم. 200 درهم هاد الطاقم ديالها هو هذا. شوفوا معايا الطاقم، ها هو 8200 درهم. وريو اجي هاد تشوفوا معايا الطقم كامل بالبراسلي والخاتم والحلقات كلشي. الطقم كامل شحال تيدير؟ الطقم كامل تقريبا 13500. 13500 البنات، شوفوا معايا 13500 السلسله ديالها. بالسلسله؟ اه بالسلسله. شوبا اه شوفوا راه كتحمق البنات. البنات باقي نحنا في السنيسلات، اللي بغات شي حاجه شي سلسله صحيحه ديرها في عنقها، راه الثمنات كتختلفوا. مناش كيبدا الثمن؟ الثمن كيبدا من 1200 درهم 1500 على حسب 1200 درهم 1200 درهم، ولكن الثمن كيتختلف على حسب الصح ديال السلسله والسمك ديال التعليق وحتى هذا الوزن ديالها الجرامات. زوينين البنات هادو وصحاح، عندو جميع التشكيلات جميع الاشكال. هادو راه يلاه خارجين. شوفوا معايا هادي واعره البنات، نقربها لكم باش تشوفوها مزيان. هادي الثمن ديالها خويا ايوب؟ هادي السلسله حصيره، السلسله ديال بيزماك سميتها، السلسله حصيره. الثمن ديالها؟ هادي الثمن ديالها، هادي الثمن ديالها 2950. 2950، ولكن البنات تبارك الله راه السلسله صحيحه. والتعليقه صحيحه، هادي هما اللي خارجين. صحيحه هادي راه ما تعوجاش كاع بيديك. خليكم معنا الناس اللي كيسولوا على لي سوتوار البنات. خديجه فرنسا كتسول على لي سوتوار. دابا على السوتوار هادي اخويا شحال داير هاد السوتوار؟ هذا الثمن ديالو 5500 درهم اخر ثمن. انا جات من طرفك راه نزيدو نقصوا لها. وقولي لنا شي ثمن اللي يخلي المتتبعين يجيو مرحبا. 5500 5500، ولكن لا جات شي وحده من طرف كنقصوا لها مزال. اللي جات من طرف القناه البنات عندها مرحبا. عندها ناقص 10%. شوفوا معايا هادو شكيلات، هادو شحال تيدير تاهو؟ هذا 7000 درهم. 7000 درهم البنات، شوفوا معايا لي سوتوار تيحمقوا هادو. شوفوا كاين هذا، هذا زوين 6000 درهم، هذا 6000 درهم البنات. شوفوا 6000 درهم هذا. خليكم معنا، باقي ما ساليناش وباقي المفاجآت تبارك الله ما شاء الله. راه ما غاديش نصور لكم كلشي، علاش كنقول لكم جيو للمحل غتشوفوا جميع الشكيلات. الا صورنا لكم كلشي خصنا واحد نص نهار وحنا كنصوروا، ما بغيناش نطولوا عليكم الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل. شوفوا هذا ديال لوي فيتون سوتوار واعر البنات، هذا هو الثمن ديالو؟ هذا 4000 درهم. 4000 درهم 4000 درهم 80000 ريال. عندي البراسليات جداد. البراسليات ما وريناهمش جداد. بالنسبه للبراسليات الثمن؟ الثمن ديالهم كل حاجه والثمن. عندي بحال هاد شانيل هذا الثمن ديالو 2200 درهم 44000 ريال.
وري اخويا حطو. ها هو اللي بغات شي حاجه 40000 ريال. شوفوا هذا 44000. عندي براسليت بحال هكا مشرابي، عندي الكلو اللي بغات كلو صحيح ديرو في يدها 4000 درهم. 4000 درهم اه اللي بغات صحيح، بغات شي حاجه ديال السلك. واحد البرومو في الكلو مابقاش مابقاوش هادو تباع. كاين هذا معنا 3000 درهم. هذا وريه 3000 درهم. 3000 درهم البنات هذا شتو كيفاش داير 3000 درهم. بالنسبة للسنة سر عندي جميع الموديلات، الكورميت، الكرافاج، البيزماغ، النيلو، الفرصة، الشوبار، جميع أنواع السنة سر كاينين. وكاينين عنده حتى النظام، الناس اللي كيسولوا على النظام حتى هما كاينين. كما قلت لكم غنخلي لكم الرقم ديال الأخ أيوب أول فيديو، أي حاجة أي استفسار بغيتي تسولي الأخ أيوب مرحبا بك. قلت لي عنده الواتساب، مازال عندنا الكورميطات ويصور لك ما كيكفيناش الوقت. شوفوا معايا الكورميطات، طلع لي كورميط هما جميع التشكيلات في لي كورميط. راه وري لكم لي كورميط ابتداء من 600 درهم. ابتداء من 600 درهم، من 600 درهم البنات الكورميطات. شوف هانتوما هانتوما طلع لي كورميط تبارك الله ما شاء الله. هادو الطوينكات البنيات صغار ولا اللي عندها الثقبه الثانيه والثالثه وبغات تعمر ودنها راه تاخذ بحال هادو راه مزيانين. الثمن الثمن كيبداو من 150 درهم، كاين 150 كاين 200 على حسب الشكل. تبارك الله عنده كورنيطات يحمقوا موجود. الطقم البنات اللي بغات شي طقم، براسليات ثلاثه بحال البراسليات شحال دايرين اخويا ايوب؟ هادو كاينين 16000 درهم. 16000 درهم نهضروا على صحاب مليون. بغاتهم خفاف راه كيتقاموا على ثلاثه ب 10000 درهم 11000 درهم، ولكن تدوز بهم غير واحد الفتره قليله وتجي تقول لك راه تعواج ليا. اما الا بغات صح هادو صحاح شوفوا هادو خرابيش اخر ما كاين. الخرابيش شوفوا معايا الخرابيش اخر ما كاين في الخرابيش. انا خويا شحال داير هاد الخرابيش؟ هذيك الثمن ديالها 2350 درهم 47. ها انتم البنات الخرابيش انا صيبتها لكم باش نوريها لكم شحال دايره. 47 47000 ريال. اللي بغات كولي ديال ليب ولا هو بحال هكا. كولي البنات راه عندنا الموديلات بزاف غير الوقت اللي ما غاديش يكفينا عطى الله ما يتشاف. شحال داير هذا الموديل هذا ديال ليب؟ هذا الثمن ديالو 1500 1500 درهم. الكورميطات تاع ليبول ها هما راه كاينين تما الثمن كيتختلف، كاين 1500 كاين 1700 كاين 2000 درهم كاين 2200 كاين 4000 درهم. تبارك الله ما شاء الله كل حاجه والثمن ديالها. كل حاجه والثمن ديالها والناس كاملين كيشكروا ايوب في التعاليق. كاين عندنا الكورميطات تاع الطربيه كاين كلشي تاع الطربيه. تما كاين كلشي اللي بغات تاخذ شي كادو هكا شي وحده ولدات. هذا رادكو خفيف ديال العنق رافينيتي صح. هذا هاد السنيسله هادي رافينيتي رادكو صحيحه وكلشي. الثمن ديالها 2400 درهم 2400 درهم 48000 ريال. الا بغات الصح شي حاجه صحيحه خليكم معنا. كما قلت لكم البنات تبارك الله ما شاء الله راه عنده كلشي غزال وجود الخير وما غاديش نقدروا نصوروا لكم كلشي. ها انتم كورميطه ب 600 درهم ديال ليت هادي كورميط 600 درهم 600 درهم شوفوا معايا 12000 ريال. تبارك الله راه عنده شكيلات وريتكم تاع 12000 ريال هادو كاملين 12000 ريال البنات. السكاته اللي بغات السكاته ديال الذهب وري علينا انت البنات السكاته ديال الذهب ديال درتيها للبنيه راه ما تبقاش تبكي ما كتسكت لها كتسكت صح. هادي السكاته البنات اللي بغات تهنا شريت السكاته ديال الذهب ولكن الثمن ديالها الثمن ديالها 1700 درهم 1700 درهم. هذا باش تسكتي البيبي وراه كتشعل بالضو كتشعل 1700 درهم 1700 اللي بغات تاخذ كادو دي راه كيف قلت لك لا دارتها راه ما تبقاش تبكي ما تبقاش تبكي ولا ما يبقاش يبكي. هذه سكاته كتسكت راه ذهب اخويا 1700 راه خويا هي الطابع ها كلشي تما. شوفوا معايا البنات سكاته هانتوما ومني تسالي منها تبيعها تسالي منها تبيعها مني تسالي منها شنو دير لها تبقى خازنها. شوفوا البنات هاهي ديال الذهب
بالنسبه للناس اللي كيسولوا على لي غورمي الطروات دي حتى هما كاينين كلشي كاين. الطروات دي شحال دايرين؟ الطروات دي هادو صحاح كيديروا 2300 درهم 2400 درهم، بغيتو ديال 1700 1800 راه تنجيبهم. كلشي كاين عند عندي كلشي كاين، ما كنخدموا مع الناس اللي باغيين الخفيف والناس اللي باغيين الثقيل. كاين عندي خويت مات بحال هكا ديال النمر. شوفوا معايا دا موديلات جداد ما فيهم لا حجر لا والو. هذا الثمن ديالو؟ هذا الثمن ديالو جاتي خليكم معنا. الثمن ديالو زوين كاع. شحال هذا الثمن ديالو؟ 2450 درهم. 2450. شوفوا معايا هذا البنات 2450. ها هو 2450. شوفوا معايا عندي فراشه هي كطير كاع. فراشه هذا تمر البراسلي ديالهم راه عندي كاين موجود اخويا البراسلي ديالهم بحال هادشي. هانتوما البنات شوفوا معايا الفراشه. هذا خاتم. هذا الثمن ديالو؟ هذاك الثمن ديالو 2050 درهم 41. 2050 درهم. شوفوا البراسلي شحال داير الثمن ديالو؟ البراسلي 3200 درهم. 3000 200 درهم. و200 درهم. هاد الاثمنه اللي كنقول لكم البنات الناس المتتبعين ديالنا اكيد غينقص عليهم، ماشي هذا هو الثمن. عندي حتى الفريد، ها هما اللي كيبغي الفريد راه موجودين عندي موجود الخير. كما قلت لكم البنات تبارك الله جيو المحل باش تشوفوا كل شيء. جيو المحل ومرحبا بكم، ما كاين حتى شي مشكل، جميع الشكلات كاينين تبارك الله ما شاء الله. شوفوا معايا موديل كيوصف موديل. كاينين هادو صحاح هادو ماشي هادوك ديال 1000 درهم، حيت كاينين عندي حتى 1000 درهم ما بقاوش. هادو الثمن ديالهم 2200 درهم. 2200 درهم. هذا سوليتير كبير هذا 2200 درهم. هذا نهار يطلع لها اللون في راسها راه كنبدل الحجر الا بغات تبدلها. زوينين هادو صحاح هادو صامطين هادو تبارك الله فيهم جميع انواع جميع الالوان. هادو لي بول فيهم 20 بول الثمن ديالهم 375 درهم في جميع الالوان تما تنصيبهم 375 درهم. 75 درهم. بغات تشوف اي لون من هادو كنصيبهم في العام. الا بغات تاخذها كاونسومبل. بغات اونسومبل تبارك الله. السنيسلات ديال 700 درهم عنده اشكال وانواع ديال 700 درهم، يعني غتجي غتختاري اشنو كاين. وهادو هادي الثمن ديالها 2900 درهم. هذيك هاد التحتانيه وهذه 2300 درهم. هادو يلا خارجين الموديلات جداد صحاح هادوك راه باينه حتى السنسله غلايضه شويه. شوفوا البنات كما قلت لكم تبارك الله ما شاء الله اي وجب لكم جميع الشكيلات في الدار. مرحبا ومازال الموديلات كاينه. حنا دابا راه وريناكم غير شي حاجه، مازال ان شاء الله تجيو المحل وشوفوا مع راسكم. الناس تاع كازا يجيو المحل، الناس تاع خارج كازا يتواصلوا مع ايوب في الرقم اللي غنخلي لكم في اول فيديو. كنديروا التوصيل المغرب كامل. تواصلوا معاك وصور لهم يصور لكم جميع الشكيلات. شي حاجه مرحبا واي استفسار اكيد مرحبا بكم. ما سخيناش بكم، وصلنا لنهايه الفيديو، نخليكم هنا ونتلاقاو ان شاء الله الفيديو الجاي مع الجديد والهميزات مع ايوب. السلام عليك اخويا ايوب. مرحبا. ما سخيناش بكم وراه عطا الله لي موديل، مازال كاينين لي زونسومبل كاين لو شوا كاين حقا نسيت نوريتك هاد لي غورميت هادو راه يسولوك عليهم. خليكم معنا البنات. نوريكم ايوب هاد لي غورميت هادو. هادو خويا ايوب الثمن ديالو؟ هادي الثمن ديالها 8000 درهم. 8000 درهم ولكن البنات حط لي خويا ايوب هي تتغوت كتغوت حطها هنا باش تبان لك. شوفوا البنات نقادها لكم. شوفوا هادي 8000 درهم. هادي غورميت ديال اليد البنات تبارك الله عامره وثقيله. عندي حتى لونسومبل ديال الكلو، كنهضروا على كلو صحيح ما كنهضروش على كلو ديال سلك. هادو صحاح. هادو الثمن ديالهم ايوب؟ هادو الثمن ديالهم كاين 12 درهم كاين 16 على حسب الطوق.
فهمتي. يعني كما قلت لكم اي حاجه بغيتي تسولوا اي حتى الطاقم ديال القلوب صحاح. اه شوفي معايا الطاقم ديال هذه هو البنات عطا الله لي موديل راه عندنا الثمن ديال الطقم. ايوا هذا الثمن ديالو 13 درهم. اه 13 ألف درهم. كاين البراسلي ديال الكلاش طلع لي موديل كما قلت لكم تبارك الله ما شاء الله. البنات راه عنده جميع الموديلات براسليات شوفوا النظام ها نتوما كلشي كاين عند ايوب.